راديو يفهم وبرنامج نهج تريبينال الانترفيو ما يتحملوش مسؤولية التصريحات اللي تجي على لسان ضيوفنا. يفهم نهج تريبينال الانترفيو مع جيهان بن عبد الله. كما كل عائلة تونسية طموحهم في الدنيا يوصلوا صغارهم يكبروهم يشوفوهم مرتاحين وفرحانين في حياتهم، والفرحة الكبيرة كي يشوفوا ولاد ولادهم. والمثل يقولك ما أعز من الولد كان ولد الولد. أما ساعات الظروف تعكس هذا الكل، الدنيا تصعب والصغار يتعبوا في حياتهم ويحاولوا يفركسوا على الأمل، يحاولوا يحلوا البيبان اللي تسكرت في وجوههم، أما نتيجة مش ديما مضمونة. خيرة ومنجي عرسوا عام 98، مروين ولدهم الكبير جابوا بعده 3 بنات، وفي الوقت اللي في بالهم بداوا يتهنوا عليهم تصير حادثة تزعزع استقرار العائلة الكل، ولا بالأحرى تهدم العائلة. قلت لا إله إلا الله، قال لي محمد رسول الله. مهما يلعلوش من النار ليب ما قبلتوش دو. اللي كلمني صوت مش صوت ولدي، أما التقليد مقلدين ولدي شنو يقول شنو يتكلم. أرض كبيرة هي، بقينا نمشيو فيها فما خربة بقينا فيها غادي. خيرة ومنجي يحكيونا على حياتهم كيفاش بدات، على ولادهم وخاصة ولدهم الكبير مروان، فرحتهم به وقربوا ليهم. مرحبا في نهج تريبيونال الانترفيو. كيفاش عرفتوا بعضكم من العائلة؟ وهي من لما الفامية تقرب للبابا، تقرب للشايب متاعي فامي، والله ما عارفة جات صدفة. معناها في عرس تعرفنا، مشيت على الأساس العرس في صفاقس، شفتها في العرس عجبت في شهر، معناها العرس صار. من بعد استقريتوا في سوسة هكا ولا؟ أنا مولود في سوسة، استقرت معي في سوسة. عرستوا عام 89، قداش عندك صغيرات؟ عندي 3 بنات وولد. مروان هو الكبير؟ هو الكبير. عام قداش مولود؟ عام 90. عمره 30 سنة، معناتها 2020. أغلقت 30 سنة. الفرحة بالصغير الأول كيفاش كانت؟ كنت تحب على وليد على بنية ساعة؟ كيفاش فرحت بزين مروان؟ هو نتمنى من ربي باش يجيني وليد، ما نكذبش عليك، هو ربي شداب جاب دعائي وجاب لي جاني وليد، ما جوني ثلاثة البنات. على روس بعضهم، بعد على بعضهم في العمر، قداش بيناتهم كل واحد؟ مش ما بيناتهم برشا. قراب لبعضهم في العمر؟ قراب لبعضهم، تنجم تقول قراب لبعضهم. شكون كان المدلل فيهم؟ ما عنديش حتى واحد مدلل، الصغار الكل كيف كيف، مانيش بوكم، عبارة خوكم، ولادي مربيهم عبارة اخوات، ما نكذبش عليك، حتى اللي يصير عليهم في الشارع يجيو يعاودوا لي، عبارة أصحابي مش ولادي. عيط لي يا بابا، عيط لي أبجبوج، عبارة صاحبي. مروين لشكون يقرب في الشبيهة، لك انت ولا الأمه؟ ممكن يقرب لي هيك، هو نور عيني أبو صغير، أنا ما يفرقليش في الخدمة دي، معايا ما يفرقليش، أذكى روحي في الشبيهة لك انت وفي في الطبيعة. نفس الطبيعة، طيب ياسر وحنين ياسر، وباهم أمه وموصلي وحد روح. ولدي من النهار يوجع حد، ولا يغير حد، ولا يظلم حد، تحدو من الخدمة للدار للصلاة والعبادة، ما عندوش مشاكل مع حتى حد، جبتهم صغار للبلاصة هذية لواحد وجعهم حتى بكلمة. ما يخبي عليك حتى شيء، ما عندوش عميل هكا كيما وليد جيل و... لا الحمد لله، والله النهار الحمد لله يا ربي، النهار تعبني. قريب لك برشا مروان اللي كنت يحكي لك سر و... ما عندوش حتى مشاكل مع حد، تحسوا منه بو منه خو منه صاحب، النهار يوجعك يدخل يضحك يخرج يضحك، حتى كنت غششت شويه يرجع لي ويبوسني من جبهتي يقول لي ماما سامحني، قل لك على ولدي وشويه خاطر اللي يوجع لي حير لي يغير ولدي، الكلمه الطيبه في فمك وديما الله يبارك الله يبارك. شو علاقته باصحابه لدخالته اقاربه؟ علاقه طيبه، ما عندنا حتى مشاكل مع حد، ما عندناش مشاكل مع حتى حد، هذاك ولد خالتك هذاك ولد خالك، محبة ما بين الناس الكل، ما عندناش حتى أدنى مشكلة، ما عنديش، بكل ربيتهم على محبة العباد على طاعة ربي، ما عنديش حتى مشكلة مع حتى حد.
وانت واخواتك كيفاش علاقتكم ببعضكم؟ بس علينا اخوات، عائله متفاهمه، عائله نقدروا الكبير نقدروا الصغير، ما عندناش حتى مشكله بكل انت الأخوات. الكبيره ولا الصغيره في الاخوات؟ يعني الاكبر من الصغيره، واختي هذه تسمى الكبيره، ما عندناش مشاكل معاها بنتي، والله لا عندي حتى مشكله معاها، اختي نحبها ونقدرها. قداش من خو واخت؟ زولاد واربع بنات، ما عندناش مشاكل، بكل نتلمدوا في عيد، نتلمدوا في مناسبه، نضحكوا ونلعبوا ونروح، ما عنديش حتى مشكلة. ولدي كيف كيف، بنياتي كيف كيف. بنتك خطبها ولد خالتها هكا ولا ولد اختك؟ مخطبهاش اختي، مش نكذب على ربي، حرام عليا، بنتي مخطوبة مازال نهارين على كتفين صديق. ولد اختي هذايا رقد وقام شارب، قال بطلي من خطيبك ونجي نخطبك. قلت له اعمل عقلك اخي، انا وراجلي متفاهمين والعرس مازال ما يجيش حتى الجمعة، تقولي بطل من خطيبك؟ قال لنا مشكلة، وكانت مش تبطل بنتي في العرس وكل شيء، بعدين صلحنا الوضعية وعملنا العرس وجاء وحضر وتعشى، ولدي حوس بيه من بلاصة لبلاصة، ما ثم حتى مشكلة. بنيتي هذه اللي صارت عليها شنو المشكلة؟ قلت لي عمل لنا مشكلة. انا زعما ياسمين خذ اني الناس كل على بالنا بيه، مش ياخذ بنت خويا، وبعد كسمع بنتي حبلة مش احرق روح. ومع هذا الكل علاقتك انت واختك قعدت متفاهمين؟ قعدتوا؟ ما عندناش حتى مشكل، ما عنديش حتى مشاكل معها اختي بالكل. عرستوا له مروان زيدا؟ عرست له البو اللي باش يعرس الولد، ونصور حاجه مهمه كيما باش تعرس البنتك زيدا، باش تهنى عليها، ما حتى ولدك زيدا وفي عمر صغير، عرس 26 27 سنه تقريبا. عرست له صغير، عرست له صغير، هو حب عليها، حب تعرفوا ببعضهم، حب عليها اخذها كو عرس على بعض. مروان عرس صغير تقريبا عمره 26 سنة، قصة حب كبيرة جمعته بمرته أميمة وخليتهم يقروا يبدأوا حياتهم على بكري. في 2015 جبد لي على العرس، قال لي شقالك نعملوا حاجة ندرى شنو، قلت له باهي ما يسالش. في 2015 جاءوا خطبوني دار حمايتي وكل شيء، طبعا عملنا خطبة صغيرة وكل شيء. 2016 عبست الخاتة وفي أوت عملنا العرس، عرسنا جبنا رنيم، كانت عدت أيامات محلاة وكل شيء، عشنا الباهي والخايب، وكان ديما يخاف عليا. مروان كان يخدم مستقر قايم بعائلته، كيفاش كانت حياته؟ قايم بعائلته وخدمة مش قارة. ساعات تلز تعاونوا انت شوية؟ والله انا تلز نتعاونوا، انا ما يمشيش العباد يجي لي اللي يعني عاون نعاونوا، انا ما يطلبش العباد، ما يمدش يدوا العباد، نعاونوا انا باللي كاتب من ربي. شو كان يخدم مروان؟ في ريستورون، معنا شباتي وكسكروتات، كان خدمته، خدمته مش مترسم عليها، خدمته باللوح، نهار يخدم ونهار قاعد، كان كاري هو، ظروف صعبت عليه في وقت الكورونا، فهمتني؟ ظروف على قدها، ولو نسابوا بارك الله فيهم وعاونوه وعطوه دار في الواحد ستيديو معناها بيته وصاله، ويسكن مع نسابه ومتهني هو ومرايته ويحمد ربي ويشكره ولاباس الحمد لله. شنو يحكي لك كان مروان يقول لك راهي صعبت عليه الدنيا، يقول لك شنو ناوي يعمل ولا شنو يحلم يعمل، يحكي معك في المواضيع هذوما؟ في الحكايات هذوما ما يقوليش، لان ما يحبش يقول لي، معناها ما يقوليش مش نعمل ومش ندير، ما قاليش، فهمتني؟ ديما مسكين ديما الحمد لله الحمد لله، نصاب الحمد لله لاباس الحمد لله، حتى نوصل باش نعطيه هكا 10,000 وهذاك 20,000 وهو ما عندوش حتى فرنك في جيبه، يقول لي لا يا بابا الحمد لله وعندي فلوس، الحمد لله بابا ما نحبش، لازم عليه نحطها له في جيبه بالسيف، يقول له هيا، يبدا يضحك ويقول لي يا بجبوش. رنيم مريضة شوية هكا ولا؟ وقتاش عرفتوا اللي هي صحتها تعبة؟ في العام 3 أوت. شو عندها؟ تطلع لها السخانة، كي تطلع لها السخانة تحصر في بدنها الداخل، تعمل كريس، تعمل كريس زراق بكلها، تولي تخدم، عملنا لها تحاليل وكل شيء، عندها فيروسات في الكبدة، بقينا نتبعوا فيهم بشوي بشوي، ما عندهمش دواء. مروان شنو كان يخمم في موضوع مرض بنته؟ شنو كان يحكي لك؟ ديما خايف على ديما، يعني يحب يعالجها، ديما يقول لي اي حاجه نحب ندواها، يعني ديما مخه في رنيم، برسك اكثر فلوسه واكثر خدمته كل نخدمه فيها يعني على رنيم كهو، يعني الفرنك اللي يجيبه يمشي دواء رنيم وصحه رنيم كهو. بعد ما مرضت رنيم ديما مروان يخمم في الحرقه؟ ايه، قلت لي يعني مرضت رنيم، ديما يقول نحب نمشي باش نحسن وضعيتي، ويقول نحب نحسن وضعيتي وندرشوني، يقول لي ما عندك علاش باش تمشي، هنا قاعدين يعني هيك الحمد لله، وشكون بي يعني ورانيين بعدك وانت كل شيء، يعني ما عندنا حد غيرك. يقول له هكاك يهدى، يبطل هو ينحى من مخه كومبليتمون ويرجع يعيش حياته طبيعيه، لاباس يخدم الحمد لله يا ربي. من بعد زيد كالعاده يرجع للحكايه، حتى يجوا ولاد خالته يقولوا له بنتك مريضه، عرفوا اللي هي بنته مريضه، وبنتك مريضه وكل شيء، وامشي انت هاي شوف يعني
ستة من الناس كيكة ستة من الناس أربعة من الناس وهاي امشي انتي بلاش وداوي بنتك وشرها دواء وغادي ديما خير دواء وكل شيء جي يقول لي راه في الأوروب موجود كل شيء بلاش وكل شيء قولوا لي ها كي تبدأنا انتي لهنا الحمد لله يا ربي هانا يزي الحمد لله بعد تزيدي ينحى من مخواني يقول الحمد لله وندرى شنو وشكون بينا بعدك تحسوا يرجع يلينك وشكون باهم بعدي وندرى شنو يبطلها كان يخمم يحرق مروان كان في بالك اللي هو ناوي يحرق ولا جيت على باله الفكره على الاقل والله هو ملول ناوي ما نكذبش عليك نواه ملول في بالك انت بهذا ملول لا مرته تحكي لي فهمتني وقتها يركح وقال معاش سايب عليا من الحكايات هذيا ونخدم على روحي اللي كتب ربي فهمتني مرته تحكي لك بشويه بدل راي وباش ما عادش يخمم في الحرقه باش تتدخل باش ما يمشيش باش ما يحرقش باش ما تقول له مرته بيضه تعرق تقول له لو حلينا من الحكايات هذيا ولا حاجه ولا بطل معناها فهمتني يرجع لك الشيطان يوسوس له هيا وهو بلاش وندرى شنو برغم اني مره هو قال لي راني باش نمشي اني قلت له كان انت تمشي وقتها في دار حمادي قلت له كان انت باش تمشي راك ما تنساني اني وتنسى راني انسى اللي انت جبت راني وتنسى اللي اني مرت وقتها بطلها كومبليتمون احلف للناس الكل هو ما عادش في مخه جمله الحرق سي يعني صفحه وتواها يا اخي بعد رجعوها له وخلوه مشي مره يخمم في الحرقه ومره ينسى الموضوع واللي خليه يتراجع حب البنت اللي عمرها 3 سنين امه بوه وأميمة مرته يأكدوا لأقاربه أصروا عليه باش يحرق معهم ويحاولوا فيه عندهم عميل في الاخر جات التليفونات هذه من ولاد خالته فددوه بالتليفونات مروان شوف لنا اولاد نزوم معانا وانت ما تخسر حتى فرنك وما تدفعش حتى فرنك مشيتك مضمونه حط في باله ولا مشى كيفاش كانت علاقته ساعه هو وولاد خالته وصحاب من الصغرى يتقابلوا يعرفوا بعضهم بالقدا كيفاش كانت علاقتهم ببعضهم علاقه طيبه عباره اخوات انا قلت لك يجوا للدار لهنا نوكل ونشرب ونغطي وهو يمشي له حتى للدار غاديك يوكل ويشرب ويهز يحوس بهم في السوسه يوريهم مقنطاوي يوريهم في السوسه يدور بهم ويروح بهم للدار العائلات متفاهمين ما عندكمش مشاكل انتم الكبار بينات بعضكم ما عندناش مشاكل اخوات واحد قوت عمل عيد ميلاد هو من بعد في الليل قال لي راه مش نخرج ندرى شنو انا البحر وما تعرض ليش نهارتها خرج اول مره وحده وقت قال لي ما تعرض ليش قلت له باه قال لها من داركم قلت لهم قال لي يعني قلت لهم سي قال لي قالوا لي بر دارك قال لكم برا يعني امشي يا ربي معك اما كلمني ما دخلش عليا بالتليفون قال لي باه كلمني قال لي ماما مش مشي البنزرت قلت لي ما نعيش ولدي رد بالك على روحك راني خاف عليك من الكياس وخاف عليك من البحر على اساس ما خايف عليه خاطر شاري بسمه جديده وفرح به قال لي ماما ما تخافش قلت له لا اله الا الله قال لي محمد رسول الله قبل بنهار علمك اللي هو مشي البنزرت ولا لا في الصباح في الصباح بعد عيد ميلاد وغدوه الصباح في الصباح قال لي راني مشي كلمني قال لي ماما راني مش مشي عند مش مشي يعني والولاد اصحابي البنزرت نهار الحرقه انتم ما في بالكمش لمروان مش يحرق ما في علمكمش ما في بناش على اساس قال ماشي البنزرت نعمل في تبحيره بنزرت ومروح اخر مره قابلته وقتش بالنسبه لي يعني من نهار العيد ذبح معايا العلوش هنا ذبح معايا العلوش من نهار العيد ما قابلتوش تو هاي كلام فيها من الاول في الماسنجر نحكوا بالماسنجر يعني بدي تاي هاني دوشت الرنيم كيما العاده للماضي ساعه ونص الماضي ساعه ماضي ساعه ونص قايله اني طلبته ماضي ساعه ونص طلبته ما هزش عليا مروان هز عليا ولد خالته انا استغربت كي هز عليا ولد خالته قلت انا قلت شكون معايا قال لي ولد خالته مروان راني مشيت معاهم البنزرت قلت له شي عمل تليفون مروان عندك قال لي مروان يعوم واني البرا قاعد هزت علي قلت له باكي يخرج مروان عديهول على اساس باش يعديهول بعد مره يهز عليا مره يعلق عليا مره يهز مره يعلق قاعد يطلب فيك في النهار هذيك أكلمك من بعد عاو طلبك ما ساعتين اللي طلبت اللي كلمني صوت مش صوت ولدي أما التقليد مقلدين ولدي شنو يقول شنو يتكلم ما أنت اللي هز عليك تليفون على أساس مروان مش أما ماهوش هو مروان خاطر كيش ترجع في روحي ماهوش مروان خاطر مروان كلمت قلت أنا عايش ولدي رد بالك على روحك ولدي أنا خاف عليك من الشمس ومن البحر ما تعرفني خاف عليك 3 مرات نعاودها له مروان ما تعرفني خاف عليك يا رب دي خاف علي يا رب دي خاف علي برشا اللي هز عليك تليفون شنو جاوبك 100% واحد ولا دختي ما عرفتش شكون خاطر لو كان مروان يسمعني قلت مروان خاف عليك راه روح ما يقعدش من كل وفي الليل عودت طلبته حسيت بحاجه عمري ما حسيت بها بكل قلت لها يا ملاك بنتي تقب اخوك ترجمي قالت لي ماما بالله يسيبه كل ديما خايفين عليه مروان خايفين عليه مروان قلت لها حاسه بحاجه يعلم بيها كان ربي العاين نطلب العود ما هش عليا ما كلمنيش كلمني كان في الليل مخر 10 ونص اخر تليفون بيني وبين مروان
وهذا ولد خالته مره يهز عليا مره يقول لي هاو في الحجامي حج، مره يقول لي هاو في التواليت، كل مره يعطيني حكايه هاو في بلاصه، كل مره هاو في بلاصه. ديما نقول باهي ما خلي يعني ولد خالته احنا باش نمشيو نهار الاثنين للصفاقس عندنا عرس، يمكن خاطر تقابلوا غاديك ولد خالته هو في وزارته باش يمشوا مع بعضهم للصفاقس، يرجعوا مع بعضهم للصفاقس، خاطر احنا باش نتلموا في صفاقس. على اساس هكاك الحكايه، 8 تاع الليل تليفون تسكر كومبليتمون تاع مروان، 10 تاع الليل كلمني مروان 10 ونص، مروان شبيك خلتني مشغوبه عليك علاش كنتي مستانس؟ قال لي لا راني الحمد لله لاباس، رد بالك على راني وربي يخليكم ليا. قلت له باهي شبيك انت؟ قال لي لا الحمد لله لاباس تو لاهي تو بعد نكلمك. قال لي لا اله الا الله، قلت له اني محمد رسول الله، وعلق على اساس بعد باش يكلمني. يا اخي ما عاودش كلمني جمل. شهادات زوز من أصحاب مروان اللي كانوا معاه في الحرقة. من وقتاش صحاب انتو مروان؟ ملي كبرنا شوية ولاد حوم وجيران وأكثر، معنا إخوات بس في كل شيء مع بعضنا، معنا في كل شيء تكوير بلاي أي حاجة، معنا أكثر من ولاد حوم. كيفاش بديتوا تبرمجوا في الحرقة مع بعضكم؟ دينا معناها جيت معناتها منه هو، معناها فهمت شنو، عندي ولاد خالتي ذي معناها قبل العيد بنهارين، فكينا كيما مثلا اليوم العشية بعد نهارين تمت الحكاية، معناها العيد اليوم غدوة مشينا، فهمت؟ عنده ولاد خالته في سباقس، معناها ارتحنا للحكاية، فلوس مضمونة، كل شيء مضمون، معناها ما تنجمش تغزر لخوك باش تشك فيه في أي حاجة، هو باش يمشي فيها ديجا ماشي مع خوك. قال لي يعني فما حرقة وكل شيء، من الأول ما عطانيش الإدارة متاع الحرقة، جست عطانا معناتها السوم متاع الحرقة وكل شيء. من بعد بيانات عاود رجع لي جبدني على جنب، قال لي راهي الحرقة نهار ثالث عيد، كيفاش حاضر ولا؟ قلت له تو غدوة كان كلمني، غدوة كان بعث لي تصويرة فلوكة باعثينها له هما بالفيديو. كيف ريت الفلوكة وكل شيء، ومروان يقول لي هما ولد خالته، وتمنى معناها وقلنا مسلسلهم نخرقوا يعني مادام ولد خالته وعاملين الحرقة وكل شيء. وقتاش خرجتوا؟ خرجنا بعد العيد بنهار، معناها بعد العيد بنهار خرجنا من هنا 9، هو خرج قبلنا 8، شاف الترام واني وثلاثة ولاد صحابي مشينا منه في الواج 9 9 9 ونص، حسيت وصلنا غادي نص نهار لصفاقس. لصفاقس نص نهار لقيتوا مروان يستنى فيكم، شكون استقبلكم؟ هبطنا من الواج كلمناه ديريكت، قال لنا خذوا تاكسي معناها ويجاو لسيدي منصور وين دار خالته، مشينا له دار خالته، لقيناه هو وزوج صحابه اللي مشى معاهم في دار خالته غادي، خرجونا لبرا الوقت هذاك معناها نحن ما دخلناش لدار خالته، الوقت هذاك معناها نلقاو كل تحس جو مكهرب شويه معناها، وراجل خالته تحسه مش مرتاح لصحابه كيف جايين، ما تحس جو مش هو، ديجا معناها كي وصلنا نحن وقتها راجل خالته معناها يحكي مع مرته قال لها معناها ما يجيش هكا، ما حبش يحسسنا هو معناها، وهزنا معناها هو ولد خالته هذا الطفل الاخر صاحب ولد خالته اللي هو راكع في كل شيء. مروان ولد خالته وصاحب ولد خالته. آه. وين هزوكم؟ هزونا فما خربه ورا دارهم هما، معناتها تبعد يمكن 200 300 متر وكيك، ارض كبيره هي بقينا نمشيو فيها نمشيو فيها، فما خربه بقينا فيها غاديك، اما ما بقيناش فيها برشا، من بعد رجعين ربع ساعه. ومن بعد؟ ومن بعد هما دوروا تليفوناتهم ودبروا دار في طريق العين وراسبيتار، يهزوا فينا بالتاكسي بالاربعه هزونا للدار هذيك، عسيلو شدينا بلايصنا في الدار، معناها حكيت ساعتين ونص شدينا الدار غادي. نهار اللي هما مشاو سيبوا الأسواق يعني خلطت آخر واحد، خرجت مع ستة متاع العشية هكاكا، كيف كلمت مروان قال لي كيف تطلع في اللواج كلمني، طلعت في اللواج كلمت مروان، هز عليا ولد خالت مروان كان يقول لي معناها علاش أنت معناتها جاي توا ومش لازم وقتاش باش نخرجوا، قلت له يا أخي أنت معناها يا أخي باش تحرق في النهار، أنت وراي سوسة فاقس يبقى ساعة ونص معناها مش حاجة كبيرة، قال لي مريق ما تبتاس، وصلت لواحد الواجهات مع 7 ونص، كلمت على أساس كالعادة كلمت شي هز عليها مروان، هز عليها ولد خالته وينو مروان، قال لي مروان مش صحتايا ولاني يعني مشيت ندور في سلوك أو شنيا، أبقى في الغاديكية يكلمك نمرة 24 يقول لك شتان، بقيت معناتها أكثر من ساعتين مستنى، بعد كده اتصل بيا قال لي انت قداش من واحد انت وشكون؟ قلت له اني زوج صحابي، قال لي حاولوا ما تقعدوش مع بعضكم، كان عندكم تبش ولا سيكان كادو، بعدنا كل شيء كلمنا نمرة 24 قلنا ياخذوا تاكسي وعديوا لي التاكسيست نقول لكم كيفاش، عدينا له التاكسيست هزنا البلاصه اللي وصلونا لهم، ومن بعد هذا الكل يعني قعدنا في الدار هذه اللي هزمنا لها، لقينا مروان سلمنا على مروان، الاولاد في الدار هذه اللي قعدوا فيها صلى بصحابه الكل كي طلب منهم باش يصليوا، قال لهم نحن باش نقصدوا ربي كل شيء باش نصلي، صرنا حتى اللي ما نصليش يعني في اللحظه هكية، قال وين طلب منه باش يصلي قال صلي رانا باش نقصدوا ربي كل شيء، وصلى هو بالولاد الكل كي كان لاخر لحظه يضحك.
قداش من واحد انتوما قلت لي هزوا فينا بالاربعه بالاربعه في التاكسي قداش من واحد 12 نحن كل في الكل كل في الكل 12 الزوز هذوما اللي محي زهور معناها تعرفنا عليهم غاديكا معناها جاي ونحكيت 5 ونص على 10 6 خاطر ولد خالته وصاحبه معناها ماشي بالو اللي ولد عم مروان مش يجي هو وصحابه كلم واحد حراق بحذاه يعمل له راهو فواياج نتاعي باش يخرج وكل شيء وراني ناقص بلاستينا بعث لي بلاستينا بعث له الزوز هذوما باهي وقتاش انطلقت الحرقه في نفس النهار وقتاش في ليلتها نحن كنا باش نخرجوا حكايه 8 نتاع الليل قالوا وقتها معش قيس سعيد مشى غادي نسفاق صور شنو تسركلت وكذا واحد كل شيء قالوا باش ناجلوها في الليل مخ من الدار خرجنا حكايه 11 تاع الليل بدينا كالعاده تاكسيات ممكن مع نص الليل نحن في الشط في الوقت هذيك تكلموا في عائلاتكم يطلبوا فيكم فما يعني تليفونات نتكلم زوج خواتي كلموني والدار كلموني في بالهم بالحرقه في بالهم قبل ما نمشي في بالهم نسق معهم في كل شيء كي وصلتوا كيفاش كان الشقف اللي باش تحرقوا فيه شقف هو 7 متر هو معناتها كاذب علينا حتى في العدد معناتها حاكي المروان لهنا وحاكينا كونه شقف باش يبداو فيه 14 15 جرو ماكس كي وصلنا غادي بخلاف العدد نتاعنا نحن فما 3 نساء معهم ولد صغير وواحد اخر بصحته معناها فما 6 اخرين زايدين ولا 7 وشقف معناها ما يهزش الشيء هذاك كي طلعنا غزرنا ناس كل بعضنا هيك نغزر مثلا المروان اللي هو معناتها موجود مع باقي تعدي كل شيء فهمت ركحوا في بلايسنا ركحوا في سيكانا كذا رغم انه تحس فما حاجه مشيه فهمت شنو ولا فما عدد زايد اما كومي معناها مع اخوك مع وزيد معاه ولاد خالته تتجاوز الشكوك الكل فهمت قلت لي تتجاوز الشكوك الكل شنو كانت الشكوك؟ الشكوك نتاع انه واحد ينجم يغرق بيه فلوكة هو اصلا معناه اصلا مرة ما يعديلكش الميساج حتى بغزرته كذا يحب معناه نمشي وقتها فهمت معناه حسيته مرتاح والله كي نراجع روحي تو نحسه حب يورينا اليوم شديتوا بلايسكم؟ شدينا بلايسنا سيبوزي باش تخرج الحرقة؟ سافا هي كل شيء مريقل الواحد يركح في ساك ونركحوا في بلاصتنا قام ولد خالته هذا يعمل جي بي اس وين جي بي اس وين جي بي اس وين نحن معناها اللي خلطنا بالاخر في الدار ما في بالناش جي بي اس وين ومروان كيما قلت لك يحب يسقد الحكاية أول واحد قام وتبعوا نتاع حيزو تعداوا يمكن درجين هكاك كذا طليتنا قاسي وخينا جاي وحده قريب يوصل للشقف معناها اعرضوني 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 درا شكون ما عطسي له عرض وخذا ما عنده جي بي اس وطلع ديريكت وشد بلاصته هو طلع معناتها بجنبي وين قلت له مروان خليت ورايا وين قلت له خليت ورايا عمال يمشي ورايا وين يمشي قلت له في الشط ولا في الماء ولد خالت مروان داخلين من غير بوصله مهبله ودرا شنو يا اخي مشى مروان على اساس يجيب البوصله خرج مع مروان الطفل اللي طلبوا منه باش يخرج معه يعني خاطر يقول لي مروان يا راشد البداية وكل شيء خرج مع مروان رجع الطفل لوحده وداخل بعضه يعني ملول الشكل الكبير مشي كونه غرق خاطر الماء كل ميلوسي باش نوصل للشقف معناه نمشي ونشهد خاطر الماء نعفس كيما نقولوا احنا يفوت الكعبة تحس حاجة باش تبلع كي قال لي راني خليته في الماء تفجعت قلت بالكش بلعته حاجة ديريكت نحيت تريك ونقزت نرجع للوج قلت خالته من فوق عمل لي تيهي يطلع شي مكفي تو يجي لحظة خلي يجي وتو نمشي وقتها معناها حطيته في مخه كونه ما نمشي ولا ما يجي فقينا كيك نديو يا مروان يا مروان يا مروان معناتها ما فهم شي معناه ونشوفه من قاعدة اللي معناتها الحيط اللي خرجنا منه فما قاعده فيها تقريبا 12 13 واحد صفاق سيف فهم وفتك بالحديث نحن كي وصلنا فما ولد صاحبي جاني ديريكت مفجوع بيعمل لي ابراهيم راهو الاولاد اللي قاعدين بحذا الحيط هذوك عمالي نسمع في التوشويش يعمل كان ما نخرجوش اليوم تبلبس كل شيء يعني قلت له فوت ما يصير حد شيء يا مروان لهنا ولد خالته ما يعملوا حد شيء فهمت هكا كي نقزنا وبدينا باش نلوج ونشوفوا في زوز داخلي ثبتوا نخاو زوز خاطينا معناها وينو مروان وينو مروان تو يجي مروان اطلع يعرف صفاق اكثر مني ومنك ديما نطلعش قلت له هذا الكل في قداش وقت صار ممكن فما 4 دراج نص ساعة نحصلها كيك بين 4 دراج نص ساعة بدا يقنع فيها بالطلوع ولد خالتي عمل لي راه ولد خالتي قلت له انت ولد خالتك قلت له انت تشوفه مرة في العام ولا مرة في العامين كريت يعني قلت له راه ما انت يوميا في وجهي اهبط وريني اللي انت محروق على ولد خالتك لوج لا عمل لي شي مكفي تو يجي تو يجي قلت له خويا انا ما نمشي لما يجي مروان وينو مروان كل مره يحكي لنا روايه ماما مره يقول ورايا مره يقول بصالية مره يقول ضاع خلنا بعضنا هبط تاني هبط معايا صديق مروان على فش اللوج على مروان مشيناش 10 متر في الماء وبدات العباد تدخل للشط معناها وكانت الاوبجيكتيف نتاعهم كونه نحن ما نخرجوش للشط من الاول يقولوا لنا شدوا البطاريه باش تتقل البطاريه ما تختفش الفلوكه بعد يقولوا لنا وخروا التالي ما يخرج حد باش يراكم الحاكم باش تروفز الحركه بقينا كيك في نمشي في نمشيش وطلعت معناها فما الباتري متاع الشقف اصلا مش موجود
معناها باش يوريك قداش مبلبزه الحكايه. قعدت الحكايه درجين ربع ساعه كيك نعيط وكذا وواقفين، وواحد جاوا زوز ولاد هذوما بصحتهم جايبين باتري، واحد عمل خلع على رقبته من هنا، واحد درا شنو حاسين عندهم له ثمن حاجه على كتفه فهمت هيكا، ودخلوا هذوك مزوز بالباتري عرضونا وكذا، عرضناهم شويه وبعد رجعنا فهمت خليناش من عنده. مشى واحد الشقف وزر واحد فيهم هذا اللي بصحت باش نكونوا خير منك، اي جي جركبوا له الباتري ايش زاد ولد خالته برا مشي يطلع تو يجي مر تو نطلع عشان شنو يجي مروان روموني بالكلام وتو يجي ويعرف صفاقس اكثر مني ومنك. واحد شدني من ساقي واحد شدني من يدي حاسيله طلعوني الساق هذه خليته معنا برا مشقف. بقيت نعيط لصاحبي والولاد اللي معايا اللي مشى معايا من سوسه من هنا، قلت لهم ما نمشيوش قلت لهم معايا اللي ضربت الدوخه ولا عيطوا في وجهه كيما هكا ما ودي نقز ما نمشيوش نحنا يعني نعيط هكاك وما خدموش قف وما خدموش قف وين رميت روحي نقزت. جاب ربي يتبعوني في الاخر ثلاثه كاو مشاو هما شويه ونحنا راجعين الاربعه اللي هبط نشوفوا في الشقف وحبس على روحه وفما زوز نقزوا. قلت له اسمعني ومعناتها فما شكون تبعنا على الاقل فما شقف حبس عمل من با دور على بلاصته هكا عاودوا رجعوا زوز الاخرين ينقزوا هما جينا نحنا باش نقزوا ما أنت قالوا لي يهبط لي ينقز يضربوه بالليس اللي هو المروحة يعني نتاع الفلوك ما أنت يضربوا يهبط بالليس ينجم يقتل. خوفنا معناه خاطر كنا عددنا شوية وكهب شينا ربع سوايع وكل شيء من بعد كيسك بين الفلوك ما أنت بعد ربع سوايع مشي الوقت هذاك صاحبي عمل يجبدوا علينا الحديد غزروا قالوا لهم معناه كان ينقز واحد فيكم ماني ليس بيكم معناه اطلعوا خير من وخر عليكم بالمره معناه اللي نقزوا رجعوهم بالقوه ما يهبط حتى احد. انتم رجعتوا بالطبيعه؟ نحن رجعنا بالطبيعه. بقاو يتبعوا فينا الزوز هذوم اللي في الشقف قالوا لنا راو انتم تمشيوا والحديد بتاع واحد فيهم يلمع في الماء من الوقت عمال يراو يستناو فيكم شنو باش تعملوا بالضبط باش تلوجوا عندي في مخي معناها حاجه خفيفه كانوا غرق ولا فهمت شنو ولا من بعد زاد حتى الحاجه هذيك تنحات دونك الحلقه كل... خرجت مشيت على روحها زوز الاولاد اللي هبطوا باش يتبعوكم وينهم خرجوا معاكم زيدا ولا رجعوا للحرقه؟ لا خرجوا معاك من بعد طلعوا يجيبوا في العباد ما عندكش مليون عندك 500 عندك 200 جيب ويجي طلع بي الحرقه مشيت على روحها احنا راجعين للشط على روحنا غزر لي واحد فيهم زوز هذوما هما معناتها كلي شربين وتعبين من المشي والجاي بزري واحد فيهم برا مشيو بدلوا دبشكم وهم معناتها ما تخرجوش هكاك تو تحرقونا مع الحاك. احنا مشينا شويه نلقاو حجرات لقينا حطينا السيكانه شيء الاربعه نغزروا لبعضنا شقف مشي في الوقت هذاك ما لوشتوش على مروان ما تسالتوش زعما وينو روح بطل مش باش يحرق شنو صار معاه يعني مش تو باش تبقى من راحتك باش تحللو انت تشوف ولد خالته واحد مشي واحد معناها عادي يضحك لاباس فهمت شنو ولا وبداو معناها يحكيو لنا مروان راه ما صحلوش عنده بنته مريضه مروان خاف هرب معناها رجع البنت تعدينا الحاجه هذيك معناتها مشيت في مخاخنا اكثر حاجه في بالكم اللي هو روح رجع لسوسه صحيح. مثلا اكثر حاجه مشيت في مخاخنا اللي هو روح رجعتو ما ظهرلوش على الشقف اما زيد ديما عندي حاجه في مخي مروان ما يعملهاش معنا ما يعملهاش معنا كان انتو باش يروح يهبطنا الناس الكل رجعتوا لسوسه في نفس الليله اي رجعنا قعدنا في البلاصه هذيك بدلنا دبشنا وكذا وخرجنا لبرا قعدنا يجينا الساعه باش دبرنا تاكسي خاطر الطريق ما في حد شيء مشينا المحط الواجات زاد بقينا شويه وبعد خلينا الواج وروحنا. واحد من اصحاب مروان هبط من الفلوكه والثاني كمل في الحرقه وبعد اربع سوايع في البحر وقفت بهم الفلوكه وخرجوهم البحاره. مشينا حكيت اربع سوايع ما حكيت الخمسه خرجونا البحاره سته سته ونص حاجه كيك هاولين هزونا الحاكم من غدوة لوشت على مروان سألت عليه جيتوا للدار سألت عليه وش عملت هذاك شنو معناتها محضرين رواحنا قلنا غدوة برجولية باش نحكيو مع مروان فاني معناتها في قناة من عمل ما يعملهاش مي الحاجة هذه معناها نولي نصدقها خاطر معناها ولاد خالته اليوم دمه معناتها دمه لحمه معناها واحد مشى واحد لاباس بيه ما فما حد شيء شكوناني زعما نخاف هيك ما تخلي شك هذاك قلت غدوة تفهمنا في بعضنا غدوة نمشيو للدار ونسألوا الحكاية نحكيو مع منجي بورا ولدك شبي عمل لك وشبي خلانا فهمت شنو ولا روحنا وصلنا لهنا الفجر حكيت خمسة خمسة ونص تاع الصباح كل واحد فينا روح لدارهم دخلت ديريكت ما تنحكيو تنحكيو سكرت باب البيت لين العشرة حاسيلو نسمع في العياط وجاي فايقني نسيب أميمة مرتو مازال ماشي في بالها اللي مروان في بنزرت يبحر مع أصحابه. تليفون اللي من بعد وقت جيك أنا بقيت نطلب فيهم ليلة كاملة نطلب في مروان نطلب في ولد خالته ما نتحصلش عليهم الزوز مسكرين الستة متاع الصباح أني حليت فيسبوك مروان من تليفوني خاطروها على الفيسبوك وفي التليفون حليته وكلمت على أساس ولد خالته مش نسأله على مروان نلقاه مسكر هو عنده 15 ساعة عنده خوه الآخر كونكتي طلبته بربي ريتشي مروان قال لي عيني ما لمحتوش خوك راهو معاه قال لي هو راهو في بالكش انت يا دي مروان مش يحرق قلت له لا في باليش هو ما حرقش اما شقف لي كان مش يمشي في مروان مشي اربع سوايع في الماء وحبس
قلت له مروان وينه؟ كي ما حرقش وشقف لي مشي اربع سوايع وبس. قال لي مروان هرب بالفلوس. مروان يهرب بالفلوس مستحيل. مروان نعرفه اكيد عنده فلوس ولا امانه نتاع شكون مستحيل يخونها. قال لي بك شي مال شرطوه مبلول. خرج لي كياس لقاه الحاكم شرطوه مبلول شدوا. قلت له باهي ما يشدوا الحاكم امشي انت اسال لنا غازيك اسكو مروان مجدود ولا؟ قال لي لا شخص يدخلنيش في المشاكل. سكت ثاني. قلت باهي طولني اسال شكون مروان موقوف ولا دارها البحريه وكلها والحرس مش رجعت له قلت له راه مش موقوف. هذا نحكي مع المسنجر. قلت له راه مروان مش موقوف. صوته بدا يهرب عليا مش نسمع فيه. سلمني. قال لي يا امينه طلع النهار شوي اتمشي شوف. قلت له باهي. وقتها علمت عائلته وانت ام وبو في بالهم ولا لا؟ لا وقت هالوقت زرب بعض وما ما ما اني اعطيني وقتها في مروان ما نسيت الناس الكل ما عادش نخمم في حتى حد كان اني نعرف مروان شبيه. الوقت هذاك 9 نتاع الصباح ودقيقتين بالضبط يعاود يتكلم خالته يعيط ويبكي يا امينه اجري لمروان لصفاقس شبيه مروان سكر عليه التليفون. مروان مفقود من العشرة متاع الليل تقريباً ومن غدوة الصباح أمه تطلب فيه وفما شكون يجاوب على تليفونه على أساس هو ولدها. تعديت الليلة هذيك حاجة أنت ما هسش عليك مروان تليفون ما تعرف شنو صاير معاه؟ ما عرفت شيء. الصباح اني قاعدة طلبت 6 متاع الصباح التليفون هز علي الصوت كالعادة مقلدين ولدي حتى في كلام شنو يقول. قلت له يا مروان وينك وليد اللي قاعد خايف عليك ليلة كامل تلوم فيك وينك؟ قال لي لا ما تخافش علي أنا بيت في دار صاحبي. أنا ما رقدتش ليلة كاملة ولا أعصابي وخايفة جرت تجري دار حماتي كسرت الباب نضرب باب في الأقل قلت له مروان قلت له شبيه مروان قلت له مروان في صفاقس ما عارش علي شبيه مروان في صفاقس ما عارش قلت لي لا رو مروان في بنزرت ما هوش في صفاقس تكلم خالته قال لي روكم مش يحرقوا ولا عارش رو مروان في صفاقس ما عارش وين الشيء عم بضبط أما رو مروان في صفاقس. نطلب التليفونات التليفون كله مسكرين. كلمت راجل اختي عايشك مروان ولدي وينه طول قال لي ولدك مات شنو تعمل له ولدك مات شنو نعملوا له. احنا عساش ناخذ الواجب ماشي لصفاقس يا اخي احنا مازلنا ما مشيناش 100 متر حماتي يتكلم بو الاولاد شبيه مروان قال شبيه محسوب مروان ولدك ما هو مات كل البروده نتاع الدم هذه شبيه مروان ولدك ما هو مات. ضحت هزولي للسبيطار دقوا لي السيرو ما فقتش كنت ما فيق قبل مشينا انا مروان في صفاقس. الاحساس التو ذاك ما نجمش نحيه من مخي التو كنا راجعها نصي الكل يبرد. انت شكون اللي علمك؟ انا بنتي كلمتني واني في الخدمه فهمتني مش تعرف واحد بوه كلموه في تليفون ويجا ولدك ما مستوعب بالطيش الحكايه لهنا جيت عاد نحكي. انت وقتها في بالك مروان عمل اكسيدون تضرب كي قالوا لي راه يجري ولدك مروان مات. قلت هذا يعمل باكسيدون باك الفسبا روحش عمل اكسيدون بالفسبا عنده فسبا. قلت هذاك اش حطيت في راسي. مشيتوا لصفاقس باش تشوفوا مروان؟ ما مشيتش اني ما خلاونيش دارنا لكن مشيت حمايت خواتي مشاو وكل شيء بالكراب وكل شيء مشاو شافوا ولقاو مروان كي كلموني ما حكيت لحداش قالوا لي راه مروان مات ماهوش مات متربي راه مات مقتول. أنا جيت ساكتة من اللي كنت واقفة يعني اللي قابلة إنه مروان مات موت ربي ماهوش مقتول. يا أخي كي صارت الحاجة دي كان ما نعرفش سكت بردت بكل ما عادش نجم نحرك حتى شيء في بدني. جوي يقولوا لي البركة فيك نقول ما تقولوليش البركة فيك مروان ما ماتش ما يخليناش مروان ديما أنت ورانيم راكم يعني عندي أهم لي من الدنيا الكل أنت رانيم راك أنت ورانيم وأمي حاجة يعني ديما رمزية ذيك ما حسيتش إني مروان يخليني يعني مستحيل مروان يموت. ما صدقتيش ما صدقتيش وما نجمش نصدقها نجبها على أخويا بجاه ربي يجيبوه ما مات مروان جيبوه مروان معاكم اليوم ما تجوش وحدكم تخلوا مروان. قالوا لي باهي إن شاء الله تو نجيبوه. أصحابه اللي كملوا الحرقة توقفوا بعد 4 سوايع في البحر تقريبا وقتاش علموا اللي صاحبها متوفى. كي هزنا الحاكم علمنا بالموضوع اللي فماش طفل ما لقيتوش كل شيء قلنا له معنا صاحبنا هكا وهكا ولا دخلت القدرة في الدار ومن بعد ايش معناها الحاكم علمونا اللي مروان توفى. يعني عايشونا في فيلم ديما كان جينا الفيرسيون غالب سكن بينا الفلوكة كنا في بينا اللي الفلوكة عندهم الموتر يطلع عندهم موتر كهو بعد في الابحاث تفاجئنا اللي كونه ولا يقول نعم مروان مش في الدار يعني ريت مروان شكون يضربوا فيه فلان وفلان. راني قلت لصلاح لي هيك قبل ما حبيتش نقول لاصحاب مروان باش ما تصيرش مشكله كبيره ما في باليش باش يصير هيك كانوا معناتها اللي عايشونا فيه كل كذب. كانت عباد تتعمر تقل يعني وكانوا العباد اللي في اللي دخلوا من الشط هما ما خلوناش نخرج اللوجة على مخان باش ما نلقاوش مروان ميت. مروان يقولوا معناتها
اللي خالف مروان يعني طفلت بخوها تقول له على البلاصة اللي فيها مروان وكل شيء بالضبط ما انت شكون اللي لقاه بالضبط ما نعرفش خالو اللي مشى لقاه خالو فهمتي خالو قاعد يخدم كلمات اخته قالت له اجي شوفوا لدختك وميت في البحر اللي ياكلوا لك مشيت لصفاقس مشيت لصفاقس شكون انت وشكون شكون هزيت معك والله هزوني على رفاتي الله يرحم والديك ووالديهم مشيت للسبيطار طول السبيطار طول السبيطار نلقوا الاخبار غادي زاد في السبيطار فهمتني نلقوا الفامي كل في السبيطار غادي عائلت زوجتك تاعي فهمت كلهم نلقاهم في السبيطار وانا دخلت البيت الموت انا دخلت نجمت تشوفوا في المارك انا دخلت يعني بيدي دخلت وقف حليت عليه الشكاره تاع الموت وشفت ولدي وجهه ما يتشافش ولدي نوع كان صباح نوع وجهه منفخ بدنه كله منفخ وجهه ازرق نحكي لك شو برا تأكدت لي مروان توفى شفته وما عقلتش ولدك ولد ولدي ما عرفتوش وجهه تبدل كان تشوف وجهه وانت ولدي تبدل وجهه الفساد بتاع وجهه منظره كله تبدل مضرب والواحد أمه نجمت تشوفه أمه ما نجمتش أمه ما خلوهاش تدخل يزوني على أساس باش نرى ولدي بس باقص حتى مشيت عملت 20 محاولة باش أدخل حتى البيت التشريح ونشوفه حتى شوية نرى ولدي ونبلع عيني من ولدي ما ريتوش من كله ما شفتوش ولدي ما شفتوش قالوا لي مش يبات في السبيطار باش تروح بيهم غدوة قلت لهم أني مانيش مروح حتى كان لزم باش يبات في السبيطار مش يبات معاه في السبيطار عبوا يخرجوني من بيت الموتى ما حبيش نخرج من بيت الموتى قلت لهم ثم فضام في الصندوق ندخل مع ولدي في الصندوق نقعد بيت حطه في الفريق وخل موت مع ولدي وأنا نروح بولدي يعني تو روحت بيه يعني حليت قلت لك حليت الباش وطليت على ولدي في بالي باش نجي نرقد مع ولدي لداخل في الصندوق بتاع بيت الفريق هذاكم فاش سايبوهولي باش خرجوا قالوا لي بيت نعطوك ولدك تروح بيه أصحابه جيرانكم الناس اللي تعرف مروان كي سمعوا الخبر شو نزل بعد نتاعو صدقني تاريخته وصلنا به للجامع راكش نمشيو للجبن العباد مازالت لهنا تمشي في بحث الدار كياس مسكر لهنا بالحجر الكياس هذا الكل سكروه كنت دخلت نسمع في ولدي ما عرفتوش ولدي والله لا عرفته رسمتي لا عرفته عرفتش ولدي يا ربي سامحني هي حرمة الميت يا ربي سامحني ولدي بعثوا لي ازرق كلمة لحفة زين ولدي وش مو بيت ولدي ما عرفت ايش بكل قطره مش ولدي يزبك تقتنع من هو ولدك كي جابوا مروان جاوبي لهنا ما خلاونيش نشوفه ليلتها اني يا ليتني حليت وشفته وحدي بسرق على بيت وحدي راسي راس مروان في بيت وحدنا هو في صندوق واني بيته بحذاه حتى في بال اللي غدوه باش خلوني نشوفه قالوا لي اللي هذا نقول جه ربي خلينا نشوفه قال لي غدوه والله خلينا نعرف راني نعرف مروان نعرفه بالديتاي كل هيك طرف بين يديه نعرف كل شيء فيه خلينا نشوفه نعرف راجلي هو ميت ولا لا خلونيش هذاك علاش اللي هذه ساعه ما نجمش نصدق مروان ميت تو نكذب عليك نقول لك مروان مصدق ميت تو نحكي معاه حتى في الدار ماهوش موجود في الدار نبدا نغزر للحيوط نحكي مع مروان نحكي معاه اني راني ماك الحاجه اني ماك الحاجه اني حاجتي بك الحاجه نحكي مع مروان هكاك نمشي للقبر نتاعو نقول اسمعني هاني نجيك كل يوم ما عرفتك ماكش مروان انت انت متاكدين ان مروان ما ريتوه انتم مروان ميت كل يوم راني علاش ما وريتوهوليش هو ميت مروان الحل هو فاهم يعني كنت ما تنجمش تشوفها ثلاثة أشهر تقريبا تعديوا حاجة هذا شهور كنت غادة ريشي على بنتي أنا ريشي على وليت نرقب بالحرامش التنصية طلع لي قلبي وليت ما عشاش بتحمل حتى حاجة نمشي ندور من عفش روحي وين نمشي وين نجي ساعات تلقاني جارة تروح بيا ساعات بنات ولا مسكنات كل واحدة مسلمة في دارها ولجيت نقعد بحدايا باش وليت في هستيريا وليت حمدة أخرى وليت في دنيا أخرى داري كلها تقلبت حياتي كلها تقلبت عيشتي كلها تقلبت جوني في مبو عيني وعبوا لي عيني جوني في سقي وزحفوا لي ركبي قسمته بربي العظيم أو بتجيني تو نبدو حتى في الليل قاعدين ولا مش راكدين ولا متكتي منجي بالله ثبت فيه أنت مروان ولدي ميت بالحق مروان ميت لذي ساعة تو تقولي مصدق لي أنت مروان ميت وريته أنت مروان ميت بقي ركع فيها وهي الليل ونهار كالبتكاء والغراض وركب لها المرض وركب لها التنسيون المرأة بتاعي ما كانش عندها التنسيون ولا عندها الغش ولا التنسيون ولا المرض قلبها ولا يوجع فيها والنار كل تدخل بالبكاء وتخرج بالبكاء النار كل إيه بنته اليوم اللي عمرها 3 سنين كي تشوفها تشوف مروان شنو نشوف مروان كي تجي بنتي لهنا من نهرب اللي مخرج ما نجم نتيقش باش نروح والله العظيم ولدي تجي لهنا ونهرب فهمتني نبدا نحمل ونبوس وبعد اللي خلاها من نتيقش خلت عباره مروان هذاك جا للدار زيد توجعك مروان يا مروان هي تلوج على بوها على بوها تو احنا مطمنينها بوها موش ميت ماشي في بالها طول هذه الساعه بوها حي وعليها مسافر ومشى انا قلت لك هزيت كعبات بنان
في الليل باش نطلع عليه. لقيت الباب تعيط لما مامي مامي ومروان جاي ومروان تجاي ومروان تجاي. نتمنى من الحاكم يعني بصراحة نتمنى من الحاكم باش ياخذ لي حق ولدي. هذا شنو نتمنى في الحياة يعني ساكت يعني تو حاط ايدي عند ربي وعند الحاكم. نتمنى باش الحاكم ياخذ لي حقي. خلي النار تبرد راه نزيف مش بيشوفها بالكل. كان كل واحد يقتل ويطيش كل واحد يقتل ويلوح راه ما قالش بي ربي. كانت هذه رواية عائلة مروان وأصحابه، أما أكيد مازالت فما برشا أسرار مخبية باش تتكشف. نهجة تريبيونال لانترفيو، أعدت إشراك كنزاري، إخراج أيمن سكولة. إي إف إم نهجة تريبيونال لانترفيو مع جيهان بن عبدالله.